هذا وسجل معرض الطيران الدولي 2024 حضورا لافتا على المستويين الإقليمي والدولي مع انطلاق نسخته السابعة ليواصل نجاحه في جذب أكبر الشركات العالمية في قطاع الطيران. نعم، ويتميز المعرض هذا العام بهوية جديدة تعكس رؤية تطوير الشراكات ودفع الابتكار وتسهيل التجارة الدولية، حيث يركز المعرض على تعزيز التواصل التجاري بين العملاء والوفود الرسمية. استضافت مملكة البحرين النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران 2024، موفرا فرصة مؤاتية لجمع الجهات المصنعة والعارضة مع الوفود المدنية والعسكرية الزائرة في نطاق واحد، فضلا عن إتاحة ساحة مفتوحة لتبادل الأفكار واستكشاف الابتكارات التكنولوجية في عالم الطيران. الحقيقة الواحد شايف مستوى حضور عالي جدا، مشاركة فعالة مش فقط دول ولا شركات، إنما كمان مصنعين ومنتجين ومقدمي خدمات طيران كتير. احنا اعتقد تحدي كبير بواجه المنطقة، والفرص اللي بيقدمها المعرض من تلاقي مقدمي الخدمة مع مقدمي من شركات الطيران مع المصنعين، كمان بيساعدنا ان احنا نجد حلول ونشوف ابتكارات متقدم من خلال الشركات والأنظمة التكنولوجية المختلفة اللي بتتقدم. طبعا نحن نتشرف دائما بالمشاركة في معرض البحرين للطيران. هذا المعرض اللي انا شخصيا شهدت منذ ولادته نموه وكبره، ولين اصبح يعني مفخره لكل العرب. المعرض اعتقد ان هاي الدوره زاد يمكن 30%، وهذا رقم كبير نفخر به جميعا. لا شك ان وجود هذه المعارض في منطقه الخليج يرسخ هذه الدول على خارطة الطيران المدني الدولي. طبعا مثل هذه المعارض لها دور كبير في ترسيخ وتعزيز العلاقة، تبادل الخبرات وأيضا الشراكات المهمة في قطاع الطيران. اليوم احنا موجودين نستعرض أبرز المنجزات وأبرز ما يمكن تبادله من خبرات مع الجهات المشاركة. طبعا نشكر حكومة مملكة البحرين والمنظمين القائمين على المعرض لحسن التنظيم وحسن الاستقبال. معرض البحرين الدولي للطيران هذا العام نسخة غير مسبوقة بطابع بحريني أصيل وفق منظومة شاملة للريادة والإبداع، وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات والاستعدادات على أكمل وجه. هذه المنصة العالمية هي تعتبر خلينا نقول حلقة وصل بين الشركات المحلية والشركات العالمية، وهي اصلا فرصه ان احنا نستعرض ايضا مدى جوده خدماتنا، اضافه الى رفع اسم مملكه البحرين عالي في هذه المحافل الدوليه. حضرت اليوم معرض الطيران في مملكه البحرين، ما شاء الله العديد من الشركات مشاركه، ونتمنى للبحرين التوفيق. مثل ما شفنا التنظيم على مستويات عاليه، وان شاء الله نشوف مثل هالايفنت والمعارض في البحرين في المستقبل. المؤتمر جدا جميل، وفي شركات جدا متنوعة، وفي فرصة ممكن نشارك معها إن شاء الله. أشوف أنها فرصة مرة كبيرة أن كل الشركات هذه اجتمعت في مكان واحد، مؤتمر واحد، يخلي لنا ترابط معهم أكثر وأكبر. يعني إحنا ككلية مشاركين بتقريبا 24 طالب طالعين من الرياض، يعني جايين كطلاب نستفيد، كمهندسين طيران نشوف إيش مقدمين الشباب هنا، إيش الطيارات الجديدة، إيش التقنيات والحداث، الأشياء اللي سايرة جديدة. معرض البحرين الدولي للطيران يسجل إقبالا كثيفا وحضورا لافتا بعد أن نجح على مدار الدورات الماضية في استقطاب أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الطيران، وبات علامة بارزة على خارطة المعارض العالمية. نسخة عالمية أخرى من معرض البحرين الدولي للطيران جسدت العزم الوطني على تعزيز مكانة مملكة البحرين كمنصة مثالية في قطاع الطيران والمعارض الدولية، لتخطو البحرين اليوم خطوة أخرى نحو الإنجازات الخلاقة والنجاحات الباهرة على الصعود كافة. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.